نصائح عامه لكل الاشخاص اللي عم بيسمعونا هلا حاليا في موضوع تثبيت المواليد وتثبيت الزواج وايضا تثبيت موضوع الطلاق في المحاكم التركيه، ماذا تنصحي المستمع والمشاهد هلا حاليا عم بيسمعونا في هذا الخصوص؟ هو طبعا النقطه الاساسيه هنا اي اثنين زوجين طالما هي زوجه وعايزه تتزوج وفقا للشريعه الاسلاميه تعمل العقد وفقا للشريعه الاسلاميه، لكن الدوله لا تاخذ بزواج الشيخ، فلازم تعمل تثبت الزواج داخل الاماكن المدنيه داخل تركيا اللي هي البلديات المدنيه، علشان بعد كده تعرف تاخد حقوقها لو حصل اي مشكله، او هو كذلك يعرف ياخد حقوقه لو حصل اي مشكله بينهم. نعم. بعض لا هي شفنا في مشكله، لا في مشكله لازم يكون الزواج مثبت. برضو هو هنا قال ده زواج شيخ. نعم. هل هو مثبت في سوريا ولا لم يثبت؟ يعني نعم. في الاخر لو هو مش مثبت في سوريا اصلا، لو هو زواج شيخ لازم يا اما يثبت الاول عشان تعرف تعمل قضيه طلاق، يا اما بتعمل حاجه اسمها دعوه اثبات طلاق. نعم. هو بيطلقها وهي بترفع دعوى اثبات طلاق في منيح اللي انتبهتي. يعني دي مهمه جدا، يعني لو انا دلوقتي متزوجه في مصر زواج عرفي. نعم. يعني واحده متزوجه في مصر زواج عرفي وما عندهاش ما يثبت انها متزوجه. نعم. فجت بعد كده طلقت، فبترفع دعوى على زوجها لو هو مثلا في وجود، بترفع دعوى بتقول انا عايزه اثبت طلاقي. نعم. فبيجي اما يجي الزوج قدام القاضي وبيقول له ثبت زواجه وبعدين بثبت طلاقه، يقول له انت متزوجها ومش متزوجها وطلقها او انت مطلقها، يقول له مطلقه، او بيعدم له اليمين الحاسمه. نعم. بيقول له انت لازم تحلف ان انت مطلقها ولا مش مطلقها. نعم. ده بالنسبه لاي حاجه لازم نثبت الزواج. نعم. سواء في سوريا سواء في مصر، او لو اثبتت الزواج هنا خلاص اثبتت كلام الاطفال وسهل وموضوع عشان خاطر نسهل. نعم. على نفسنا امور كتير. نعم. جدا. لكن هنا بقى جينا تزوجنا وفقا لزواج الشيخ لا يؤخذ به. نعم. زواج الشيخ لا يؤخذ به هنا، ولو علم عند شرعيته بغض النظر عن شرعيته. نعم. واحنا بنتكلم على في مصر مثلا الزواج ممكن يتم عرفيا. نعم. الزواج العرفي ليس زواج حرام، لكن في. نعم. الاخر ممكن يتم، لكن لازم يثبت في المحكمه. نعم. لانه لو لم يثبت في المحكمه خلاص الحقوق كلها راحت وهتروح في مشاكل كتير. شكرا جزيلا.